قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بأن ذلك سبيلا. قال أهل العلم في تفسيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جهر بالقرآن وسمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزل القرآن، وإذا أسر لم يسمع أصحابه. فقال تعالى ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك في صلاتك، ولا تخافت بها ولا تسر به إصرارا لا تسمع أصحابك، وابتغ بين ذلك سبيلا توسط في الأمر.